سنعود. عدنا. وش راكم ديروا هنا؟ وش كنتم؟ مولاي سلطان عاشور العشر. مولاي سلطان عاشور العشر. الحمد لله للغنك. الحمد لله يا مولاي. قلبنا عليك الارض يا مولاي. تهونا عليك. خلينا هكا. شوف اللبسه هذه. انا اللي نقول لكم واش هذه اللبسه؟ سراقين ديكيزي وانا وجيو تلعبوها في ديار الناس. خذ هذاك الباص خشوني كاباب نطيها بتتويغ نوض الجيران راح تخلص عليكم احنا معك. مولاي رجل انا تعيط لهم. انا النوري فلون بالشيكولا. ما نعرفكش. وانا جنرال فارس قائد الجيش ونسيبك خمرتك السلطان رازان وخان الامير لقمان ولدك. إيه انا ما كاينش كيف تلعبوا لي على المورال فهمت؟ ما نعرف لا النوري لا تشيكولا لا فارس لا جنرال. انا واسمني الهاني بوزيد. ما واسمنيش عاشور. فارس مولاي مانيش عارف شنو على بالك بلي كان سنة. يا ربي يا ربي مولاي سلطان العاشر العاشر واخذونا فيه يا ربي. شغلة انا ما كانش كاع لي توشي في مولاي السلطان عاشور العاشر. علاش هلك نعلن الحرب الحرب بالعقل باسكو عندي ولادي راهم راقدين وعندي مرتي راهي راقده. الوغ ما كان تبدا تتوغ باش تنوضها تشوف هذه المهزله هذه. شوالا عاود 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 عندك كاميرا واحده اخرى ولاده. واختي السلطانه رازان. اه مولاي انا ما تفهموش على هذه. ها كاش هذه مره واحده اخرى. عندي مرتين سلطانه واسمها رازان. اوي راك سير واش تقول. نحكي لك وش نخلي لك يا مولاي. كشارك متزوج هادو جواري هادو اميرات تعجبوا لك غير البنات. حتى اللي تلاقيت وتزوجت باختي رازان سلطانه رازان جبت لك الامير لقمان. تما راني داير حاله وانا الاخبر. تما غير مع هذه اللي قلت عليها لي عندي طفل سلطانه رازان. ايوا تعرف واش راك داير مولاي ولا على حسب وجهو يقول لي راني داير يا معلم. تقول عندي بالك واحد 300 طفله ولا بناتي لا عندي داير يا هذه نقدر نامنها بالك فلي راه مدوختني. كيفاش جيتوا انتوما من 1200 لل 2016؟ جينا بالصينيه يا مولاي نسيت الصينيه. الصينيه يا مولاي ما تحقش نهار اللي سافرنا في الزمن ها انت وانا والنوري قعدنا ندور الرقاص دور 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 تطحنا في مملكه الجزائر تقل. احنا في ثلاثه جيت انا معاكم. مالك مالك واه مولاي على هذا عرفنا باللي غادي نلقوك هنا. وها البرهان. ها هذا هو البرهان. الله يبارك. كل 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 تفاح وجوز بتشينا. هذا باين باللي من 1200 هو ياكل. عندك صاحبك راهي بارك يعلف. ها يعلف بسلامته يعلف. هاك هاك شت حبس مرتي سارة. صاحبي بوش لغم هذاك يعلف. غير مش بنادم ياكل كيما هذا. وزيد ها واش راك دير؟ كنت تدير وحدك؟ انا راني نتمتم بكرا مع روحي هكذا. أنا حاب نبدا غدوه ان شاء الله نصوم يا ما تصبرين يا زهره. قلت نجينا كل شويه فكي نسحر بها وخلاص. عبالك انا ما فقت لكش كاع طحت كاو يا ودي شتك طيحه ماشي غير كاو على ذاك اللي ما حبيش نديرونجيك. عملت مليح تصبح على خير. سلام زهره. سمحي لي حبيت نسقسيك بك. كاين واحد السلطان كزيستا وقيلا في 1200 واسمه عاشور العاشر. حبيت نسقسي بك الا قريتو عليه في التاريخ توما لي زافوكا. شوف انا نعرف المادة 10 من القانون عاشورة يمكن سينو صعبة. نرقد خير. ايه القرار راح تريح شوية دوك نجي نسحر ونجي عاشورة. يا فهمت. ديما يخلعني هذا الصباح هذا مولاي. شو ولا هذا طاحت بيك؟ علاه؟ راك تربي في الكونين؟ ها؟ وهذا التشكاك هذا ما شتهمش. خدم راسك ستيتوسكوب. انا بيطاري معناتها
الروميه فيتيرينير، معناتها نداوي ماشي غير القنين، نداوي الزواوش، نداوي البقر، نداوي العواد، نداوي الفكار، نداوي فهمت الحوت. سبيشاليست انايا نداوي الحيوانات. اه يسمى راك تخدم كيما برهان. شكون ثاني هذا برهان هذا يا ربي شكون؟ ايوا ثاني هذا نسيته. يا نوري يا نوري انت تعبت لا تحول راك ولا هو السلطان رازان ونساها بغي يتفكر لك برهان. علاش طار شويه مولاي؟ خاصك ترجع للمملكه وفي الحين. انا ماذا بيرك من الفقاعه تولي بوزيد بوزيد مولاي. آه. على بالك باللي سكان المملكه رانا غير نخبوا عليهم على بالك. تاش قالوا لنا لو كان الملك تاعنا ما يخرج الناس رانا غادي نخلطوها. وانت واش درت؟ تاش قلت لهم انا قلت لهم راه يدوش ودروك يجي. ها ساعه فاقوا لي مولاي. هما على خليتهم فاقوا لك؟ على خاطر الله يرحم والديك ها وانت كاع العوام وانت تدوش ها بزاف مولاي. مولاي الحالة راها مخلطة، الزيت سونته طاحت، المعيشة غلات، الشعب راه يسوفري، الجيش راه يسوفري يا مولاي، دحمانيس رايح جاي رايح جاي على الديون تاعه وغيفي يهدد فينا. وهذا دحمانيس هذا اللي راه يهدد فيكم يرحم باباك. كيفاش راه يهدد فينا مولاي؟ على بالك بلي راك راه شتاه بالكريدي يا ابن عمي، وبعدك نسيت؟ أنا دوكا راكم دوختوني. ما رانيش بعيد على الهبال، بقات لي واحد الدقيقة هكاك ونهبل. تما شوف نديروا حاجة شابة، مليحة ليكم وليا. تخلوني هنايا نعيش حياتي مهني كيما كنت. الهاني بوزيد في الكابين تاعو يداوي الحيوانات، وأنتم إن شاء الله تروحوا لهذا الألف وميتين تاعكم، روحوا عيشوا مع معيشتكم في المملكة تاعكم مع هذا عاشور تاعكم. وخلوني ترونكيل يرحم والديكم، ورفدوا لي هذا الطبسي تاعكم وروحوا وسعوني. الله يرضى عليكم إن شاء الله. يسمى راك باغي تسمح فينا مولاي. وين هذوك وين نعرفكم انا يرحم باباك باش نسمح فيكم؟ انا هكا مولاي ديك مش عقلية هاك جينيرال انت زعما تهضر وكاع تبكي. جينيرال بصح غاضبني غاضبني عمري دروك شا كاين هذي بونيدي شابة مولاي. مولاي واش يا مولاي تسمح لنا بالانصراف؟ راكم بديتوا وماذا بيا كي تروحوا ما زيدوش كاع تجيو لهنايا وفي راسكم تلاقيتوا بوزيد بوزيد ماشي بعاشر عاشر. دور 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 ولا كور. يا لطيف والله غير صعب بوندي بارا ان شاء الله بك ما يعاود يجيو لي وليا ابن عمي. رامي وليدي دير لي نشوف هذا الفيلم شباب الكساندر لو غران باباك طايح علينا غير لي فيلم تاع بكري كونان سبارتاكوس جلادياتور خاش ماك شاف على ابيك هذو لي فيلم تاع بكري كي تشوفهم اللبسه والحطه وانا واش تعجبني السلطان كي يكون قاعد هكذايا وذيك الهمه وذيك لي جاس على ذيك نحب نشوف هذا لي فيلم انا شحال كانوا كلاس طونطو زيدو انا سيغ لو كان جيت في وقتهم نكون كاش امير الاميره فيفي الاميره فيفي تعجبني لك تحلمي فيفي غير قادره ترى على خلعته وماشي غير الاميره فيفي والسلطان بوزيد بوزيد سلطان ايه ما تستهزايش زهرة ما تستهزايش الدنيا هذه ما تقدرش تعرفي كاع واش هي مخبيت لك هكا انت هكا هنا راك يا يما خلاص ما تخافوش هاني هنا مولاي السلطان عاشور عاشر هاياك الواحد يروح يشوف واش يخرج عليه ماني ني مولاينا يا سلطان عاشور عاشر ني والو جايين هكذا صادمين تخلعوا لي في الفاميليا ولا صح اسمح لنا مولاي ايه سقموا رواحكم بوزيد بوزيد فهمني واش صاري شكون هادو يا ولدي ما على باليش انا مانا ني داير هادو راهم جايين قال لك بلي انا يا مشوف فيا زعما كشغل سلطان صح منين جاو وير على بالي منين جاو انا انا كيما انتوما انا النوري خدام تاع مولاي نخدمه في الصيف والشتا والتبروري وانا الجنرال فارس اللي حاكم كاع الارمي في المملكه العاشوريه نعرف غير الحرب 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 حبس حبس خويا حبس حبس انا ما تجينيش دير لنا احنا حرب هنا في داري هنا مولاي اه هادو شكون؟ ولا تحكي عليهم هادو شكون؟ هادي مرتي افوكات اللي جاتني من جيش فيها مالك صد ديباس وهذه اختها فيفي لا ستار تاعنا تاع الدار هذا وليدي رامي وعندي واحد اخر اوراق
مولاي الأمير رامي، مولاي الأمير أورقد. بوزيد أنت على خو ديروا لي هكرا وعلي. واش حبيتوا تقتلوا لينا يا عائلتي ولا واش؟ يا اخي فهمتكم فهمتكم هذيك النهار باللي انا ما رانيش عاشور العاشر السلطان تاعكم هذا، انا بوزيد بيطاري صراحه. مولاي انا راني غير باغي نقول لك ها، انا اختي رزان ونعرفها غايه، ما غاديش تقبل لك بهذا الشيء. يعني بالرزان تقبل ولا ما تقبلش فينا على بالي انا بهذه رزان تاعك هذه. انا الشيء اللي يهمني يعني فهمت تحب نفهمك، ما زيدوش تجوني لهنا للدار يرحم باباكم خلوني ترونكيل، انا ما رانيش السلطان عاشور العاشر اللي راهو في مخكم صباح. مولاي انا على البليس احنا غادي نسمحوا فيك، ورانا جبنا لك الدليل مولاي باللي انت سلطان مولاي عاشور العشر. اه وي وعدكم الدليل ثاني. عاشور شكون انت؟ مالك تحمانوس؟ تحمانوس هو يقول، هو يقول تحمانوس. مرحبا بابا وزيد طنطون سناوت خير الناس. توحشتك عاشور، هاتي غيبوس. انا ثاني بالك توحشتك. وش تلعب سويس عاشور؟ نوادريس خميس خميس خميس. كيما كنت نقول لكم هذه هي الحكايه مولاي. عندكم فلون بالشيكولا؟ لا لا ما عندناش فلون بالشيكولا. مي سي با بوسيبل. تفضلوا ها هو لاتاي وشربوا لروحكم. يعطيك الصحة يعطيك الصحة عاشور. الحروبوس بلا بيك سامطينوس. لازم ترجع المملكة تاعك. ما تحمانوش حبيت تقول بلي بابا سلطان. سلطان شوية قرعوس على كل حال، بصح عنده الدولة تاعه وعنده الجيش تاعه حتى القصر ديالو. تنتون زيدو مالت الديني معاك نزوج بكش أمير. أي عندكم تما كاش امير شباب نتزوج به؟ عندنا بصح ماشي امير. الله يسلمك نوري. صحيت صحيت على هادي غادي نضرب فيها كاس اتاي. مانيش عليك يا فارس. انا راني على جواد. هيا جواد اسمه شحال شباب. جواد هلا كمان يا زلفيفي. حرزي روحك حرزي روحك عبلة بنت مولاي تسمع بيك. بنتو علاش عنده مرتو؟ لا ما عندوش. كون تشوفي مولاتي رازان كيفاش ماشي دايره. اختي انت هيا ستوبيس عاشور هيا دوكا دخلوا في المفيد الكريديوس. كريدي واش من الكريدي؟ الدراهم اللي نسالهم لك. اسمع ما تلعبهاش ما تعرفش ولا نسيت ديجاك مخبي هنايا في افدوس زعما باش تهرب على الديون ديالك. نعرفك مالك زعما تلعبها تسيت البلاطني بالزيت المدغوله. يا ودي واش من الزيت المدغوله واش مبلعتك والكريدي؟ راني حاصل مع الميلود في الكريدي تقول لي تبلي عندي معاك الكريدي. هذيك حكايه البيبيتيس. اسمع لو كان ما ترجع ليش درهمي نعلن عليك الحرب. تحمانيس بالعقل جبناك باش نردو مولاي السلطان عاشور العاشر للمملكة وتدينا كيما هكا على حسابات من بعد مالك. انت غمس. تحمانيس نعلن عليك الحرب. سيدك شوف شو حيصير حيصير خير في الدار وحيط لابوليس. شوف تحبسوا خرج دوك نعيط لابوليس تخلص عليكم في مملكة لامبيس. بوليس ايه لابوليس سنعود. كيف تخبروا؟ عباك تقول شي كنت عايشة في كوشمار. أنا أكثر من كوشمار عباك. ليلي حس كشغل ما كاش منها وما مطلقين منها قريب أمنتها. أنا ماني فاهمة والو بوزيت. أكيد شوف زي أنا يا زعما مالك وعاشور. وزعما صح عندهم هذوك الأمراء. على باليش. بوزيت. شكون هادي رزان؟ راني عارف شكون هادي رزان أنا راني عارف. صح الحساب مرة ما يقولوا.
قال لي بلي وكلا مرتي. مرتك؟ مرتك؟ كيما نفهمك مش هكثر هنفهمك. بس حبيت تخرج غير هكاك تاع. عبك بلي حبيت تطيح لي كريس كارداك انا يا خويا. وانا مانيش مولاك عاشور العاشر، قلت لك انا واسمني بوزيد. بيطاري بيطاري انا فيتيرينار. مولاي الله ينقص من عمرنا ويزيد في عمرك مولاي. انا نشوف في روحي انا اللي عمري راح تنقص. راح نطيح لكم هنا يا كريس كاردياك. يا محمد دوك واش تحوسوا عندي توما؟ بوزيد واسمني بوزيد، مانيش مولاكم عاشور العاشر. صافا؟ مولاي جبت لك الفلون تاعك بالشيكولا يترعد كيما تبغيه مولاي. تفضل. الفلون تاع الشيكولا يترعد كيما نبغيه انا. نعم. واسمك واسمك؟ النوري مولاي. يا النوري انا ما نحبش الفلون تاع الشيكولا يترعد، بصح تبارك الله فيك جاز شباب عجبني. هيا كيف هذوك راح نتفاهم مع هذا العباد هذوما دوكا مهابل ولا كيف؟ هاي مولاي راح عندنا مفاجأة لك اليوم. ولادي شوشو شوشو خليتني كامل هذا الوقت، ما توحشتنيش؟ نورمالمون إذا حبيتي توحشك. بصح شكون انت؟ هكذا شوشو نسيتني؟ انا مرتك السلطانه رازان، يمات وليدك الامير لقمان. لا لا تردوا هذا لقمان هذا. بصح انت يا رازان نورمالمون ما ننساكش. عاشور برك انا متمسخير تاعك، شد ترجع معايا القصر. راك تسمع؟ مولاي السلطان عاشور العاشر. زيدوا لنا واحدة. مولاي السلطان عاشور العاشر. زيدوا لنا واحدة. مولاي السلطان عاشور العاشر. هذا بك شغل تطلع لك البنة هكذا. فاولة لي شوشو تاعي. ورجع لي الحكم. مولاي هكذا نقدر نقول سكان المملكة باللي راه خرج من الدوش؟ تقدر تقول لهم يا نوري. بصحتك مولاي. الله يسلمك. على سلامتك يا مولاي. تعشح من واحد بغى يلعب لك بالكرسي؟ شعال؟ بزاف بزاف مولاي بزاف. لازم لك تدير مليح في بالك يا فارس بلي حتى واحد ما يدي لك كرسينا. أنا السلطان. بوزيد العاشر. بوزيد شو صاري؟ شد اللبسة هاد الكرسي غادي شكون بوزيد؟ أنا السلطانة رازان وهذا رجلي. رجلك؟ بوزيد صح وشي تقول؟ هذه على حسابها تسمى أنا كنت مزوج معها قبل ما تزيدي تي وماماك بابا. شكون هادي شوشو؟ شوشو أنا المحامية هاني زهرة وهذا الراجل واسمه بوزيد راجلي انا وفيتيرينير. سما تزوجت عليا. تان تان انا دا تان انا دا تان انا دا با 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 تان انا دا هنا با 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 دوك عليا دوك عليا با 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 دوك عليا
عليا. رجعولي شوشو، رجعولي شوشو، بو ردولي شوشو. اه بوزيد دوخت نوت. اه يا مولاي، اه يا مولاي، يا مولاي، يلا شوشو دروك تقعد. بوزيد دوخت نوت. شوشو قلت لك قعد. شوشو نوت. بوزيد 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 دوخت نوت. دروك تقعد. دوخت نوت. شوشو اقعد. جمعي. ما قلتيش انا مريم مرتك. سير عاود. بوزيد بوزيد بوزيد.